أحبائي متابعي وزوار القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. غادي نتكلموا في هذه الكبسولة على الأكاديمي والكاتب واللغوي المغربي الدكتور عبد الغني أبو العزم. هو من مواليد 12 أبريل 1941 بمدينة مراكش بحومة الزاوية العباسية. حصل على الماجستير من جامعة السوربون في الفكر الإسلامي ودكتوراه الدولة من جامعة الحسن الثاني في المعجميات، وسبق ليه نال جائزة المغرب للكتاب في صنف الإبداع لعام 1996، وتولى مسؤولية وحدة البحث والتكوين في علوم اللغة العربية والمعجميات، كما رأس مركز التواصل والبحث الثقافي والجمعية المغربية للدراسات المعجمية. شغل أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق الدار البيضاء. ومن مؤلفاته معجم لغوي بعنوان معجم الغني والمنهج والنص، ألف سنة من حياة اليهود بالمغرب، المعجم المدرسي أسسه ومناهجه، المعجم الصغير، معجم تصريف الأفعال، أعز ما يطلب للمهدي بن تومرت تحقيق الثقافة والمجتمع المدني، ظلال البيت القديم مجموعة قصصية، الضريح الآخر سيرة ذاتية، حصلت على جائزة الكتاب الكبرى، وكتاب الضريح هو الجزء الأول من السيرة الذاتية للدكتور عبد الغني أبو العزم، صدر عن دار تينمل بمراكش سنة 1994، ويقع في 140 صفحة من الحجم المتوسط، وكان له صدى طيب آنذاك، وأثار إشكالات نقدية حول تجنيسها الأدبي وميثاقها النوعي، هل هي رواية أم سيرة ذاتية أم جنسا جديدا كما هو موثق في الغلاف سيرة ذاتية روائية. وهي رغم قصرها على مرحلة الطفولة من حياة الكاتب، إلا أنها غنية بتفاصيل من الحياة الشعبية للمواطن المغربي المراكشي الأصيل. ومن يعرف المغرب يعرف ما تمثله هذه المدينة في وعيها الجمعي بقيمتها التاريخية العتيقة وأصالتها وبساطتها ولهجة أهلها المحببة وخفة دمهم، رغم ما تتصف به مدينتهم من برودة شديدة في الشتاء وحرارة في الصيف، وهي مهوى أفئدة السياح المغاربة والأوروبيين وعاصمة الثقافة الشفوية، خاصة بساحتها الشهيرة جامع الفناء، ملتقى الحكواتيين وأصحاب الحلاق ورواد السيار الشعبية. اللهم بارك في صحة أستاذنا السي عبد الغني. أحبائي، حتى نتلقاو في كبسولة قادمة إن شاء الله تعالى، محبتي وتقديري.